blessed او blessed ده عباره عن سلانج بنستخدمه لما نحب نعبر عن غضبنا، حاجه كده زي الشت، زي ترجمه ام بي سي 2 لما تقول اللعنه او تبا ده معناها blessed. في طبعا سينونيمز كتير جدا مختلفه ممكن تستخدمها بديل لكلمه blessed، زي مثلا كلمه shit or damn, damn it, dang, dang, darn, darn it, screw it and so on. كل ده بمعنى تبا اللعنه. اذا ده expression او slang بنستخدمه لما نحب نعبر عن غضبنا. It's an expression of anger to show that someone is annoyed at something or someone else. لما تبقى متضايق من حاجه او متضايق من شخص ما ممكن تقول blast. Let's have some examples here. The first example, oh blast, I've left my keys at home. تبن اللعنة shit, oh shit, أنا نسيت أو سبت مفاتيحي في البيت. وبالتالي هو متضايق من الموقف ده فبيقول blast. Another example, blast it, you're such a big liar. يعني تبن عليك اللعنة, أنت كذاب كبير, كذب بيجري في دمك, blast it. Like damn it, اللعنة. The third and last example here, blast him, he will never beat me. حاجة كده زي screw him, he will never beat me. حاجة كده زي F word, he will never beat me. يعني تبا له, عمره في حياته ما يقدر يجلبني. إذا الخلاصة لما تحب تعبر عن غضبك في ألفاظ كتير جدا ممكن تستخدمها, من ضمن الألفاظ دي blast. تعال ناخد بعض الاكزامبلز من فيلم ذا سي بيست. في المشهد ده القبطان بيحاول يصطاد الريد بلاستر. القبطان بقاله 30 سنه بيحلم باللحظه دي ان هو يصطاد الوحش البحري ده. المهم حصل حاجه يعني في الفيلم خلت القبطان يسيب الوحش البحري ويروح ينقذ سفينه تانية. في اللحظه دي طبعا القبطان كان غضبان جدا وزعلان ومتضايق ان هو كان خلاص خطوه بسيطه جدا ويصطاد الوحش البحري اللي كان بيحلم يصطاده بقاله 30 سنه. عشان كده بيقول 30 years I've waited, 30 years, 30 سنه انا استنيت 30 سنه عشان اللحظه دي. تقوم انت تيجي تقول لي سيب الريد بلاستر الوحش البحري ده وتعالى ننقذ سفينه ثانيه, بلاست تبا دايم اللعنه and so on. فهنا برضو بيعبر عن غضبه. اسمع كده, 30 years I've waited, 30 years, yes, yes, yes. نيجي بقى للمشهد الثاني. القبطان طبعا لما الوحش البحري هرب منه مش عارف يوصله ازاي, فراح لساحر علشان يتفق معاها انها تديله سلاح مصنوع بسحر يقدر من خلاله يصطاد بيها الريد بلاستر ده. فطبعا سيرا مش عاجبها الكلام ده فبتقول للقبطان ان عقد صفقه مع ساحره عشان تساعده يصطاد الريد بلاستر ده ضد ميثاق الصيادين, ضد ميثاق الشرف. فبتقول له يا كابتن, ايها القبطان, انت عشان تعقد صفقه مع الساحره دي هتكلفك كتير قوي. فبتقول له كابتن, her words come at too steep a price, يعني البضاعه بتاعتها اللي انت هتشتريها منها come at too steep a price. كلمة steep معناها expensive, too steep يعني too expensive, يعني غالي قوي مش هتقدر على تمنها. To make covenant with the likes of her is against the hunter's code, عشان تعمل عقد أو صفقة مع الساحرات أمثالها ده ضد ميثاق الصيادين. كلمة covenant بمعنى binding agreement, يعني صفقة اتفاق. فبتقول الاتفاق ده ضد ميثاق الصيادين, ما ينفعش كده, ده غير انك انت أصلا مش هتقدر على تمنها. فرد طبعا بكل غضب وقال blast whatever code would buy me my revenge. فكلمة blast هنا بمعنى تبا, blast whatever code حاجة زي يغور اي عقد اي اتفاق, would bar me my revenge, bar بمعنى يمنع to prevent, يعني منعني من طارئ او ان انا انتقم من الوحش ده. blast whatever code would bar me my revenge. شوف بقى قالها ازاي بكل غضب. اسمع كده, blast whatever code would bar me my revenge, blast whatever code would bar me my revenge, blast whatever code would bar me my revenge. 30 years I've waited, 30 years, blast. Captain, her wares come at too steep a price. To make covenant with the likes of her is against the hunter's code. Yes, whatever code would buy me my revenge. Yes, yes, yes. Yes, whatever code would buy me my revenge. Yes, whatever code would buy me my revenge. Yes, whatever code would buy me my revenge. Yes,